السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن التمرين الثاني لحل معادلات الدوال اللوغاريتمية. إذن حل في R المعادلة التالية، لدينا معادلتين. المعادلة الأولى ln دو x مربع ناقص 5 ln دو x زائد 6 تساوي الصفر. إذن سيكون هذا السؤال الأول. نحدد أول شيء نقوم به هو تحديد مجموعة تعريف المعادلة ثم مجموعة حلول المعادلة. لنحدد مجموعة تعريف المعادلة سنسميها دي واحد. إذن لكل x ينتمي للدي واحد، هذا يكفي. إذن هنا لدينا كما نرى x داخل ln، وكما هو معروف بأن ما بداخل ln يجب أن يكون أكبر قطعا من الصفر، يعني هنا سيكون لدينا يكافئ أن x يكون أكبر قطعا من الصفر، وإذن مجموع التعريف يكافئ مجموع التعريف دي واحد تساوي المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن قمنا بتحديد مجموعة تعريف المعادلة. الآن مجموعة حلول المعادلة. هنا كما نرى أنه لدينا معادلة من الدرجة الثانية، لكن هنا يجب علينا أن نضع ln دو x تساوي x من أجل تعميل هذه المعادلة. إذن نضع x كبيرة تساوي ln دو x، فتصبح المعادلة فتصبح المعادلة واحد على هذا الشكل، نسميها واحد بريم مثلا، واحد فتحة هكذا. هي فقط نعوض ln دو x بغروند x هنا في هذه المعادلة، هي x مربع ناقص 5x كبيرة زائد 6 تساوي الصفر. إذن هنا سنحاول يعني تعميل هذه المعادلة. لكي نعملها طبعا هي معادلة من الدرجة الثانية، سنقوم بحساب الدلتا، يعني لدينا هنا الدلتا تساوي هي ب مربع، يعني ب هي ناقص 5 هذا هو ب، و أ هو 1 و س هي 6، ناقص 5 مربع ناقص 4 في أ التي هي 1 في س التي هي 6. الدلتا تساوي 25 ناقص 5 مربع هي 25، 4 في 6 هي 24، يعني ناقص 24 تساوي 1، و 1 موجب، يعني الدلتا موجبة لها حلين. هنا سنقوم بتعميل يعني بحساب الحلين، نسميهم مثلا x كبيرة 1 و x كبيرة 2. كما هو معروف بالنسبة للحلين لدينا ناقص b التي هي يعني ناقص ناقص 5 تساوي 5، ناقص جذر دلتا، وجذر دلتا هو 1 زائد، أو نقوم يعني ناقص b زائد جذر دلتا زائد 1 على 2 a، و a هي 1 يعني 2. 5 زائد 1 هي 6 على 2، 6 على 2 تساوي 3. الحل الأول. الحل الثاني ناقص ب التي هي ناقص ناقص 5، أي 5 ناقص جذر دلتا يعني ناقص 1 على 2 أ، و أ هي 1 يعني 2 في 1 هي 2. إذن 5 ناقص 2 هي 4، هي 4 على 2 تساوي 2. إذن الحلين هما 2 و 3. وكما هو معروف بالنسبة لتعميل الحلين، أذكركم يعني كالتعميل، يعني تعميل هذه المعادلة هو يعني x كبيرة ناقص x1 جداء x كبيرة ناقص x2. إذن سنعملها هنا، وهذا يكافئ
تصبح الكتابة هي x كبيرة ناقص الحل الأول x واحد هو 3 جدا x كبيرة الحل الثاني هو 2 يساوي الصفر. وهنا لدينا الجداء، عندما يكون لدينا الجداء يكون أو يعني إما هذا أو هذا يساوي الصفر، هذا في المنطق، يعني المنطق الجداء يعني هي أو أو. يعني هذا فقط كتذكير، لو تذكرت منتص المنطق إذا أردنا دراسة هذه الكتابة يعني في جدول، يعني جدول الحقيقة سوف ندرسه، يعني سوف ندرس الفصل disjunction الفصل أو، هذا فقط كتلميح فقط لماذا نقوم بأو. يعني لدينا يا إما يعني x تس x ناقص 3 تساوي الصفر أو x ناقص 2 تساوي الصفر يكافئ، يا إما x تساوي 3 نقوم بأخذ 3 الطرف الآخر أو x تساوي 2. إذن ونحن قمنا بوضع x كبيرة تساوي ln x. الآن سنحاول يعني تعويض المسائل ب يعني سنرجع لهذه القيمة التي وضعناها، لأنه نحن هدفنا أن نحدد يعني أن نقوم بحل يعني x هذا x الصغيرة التي لدينا داخل ln وليس x كبيرة. إذا سنعوض يعني x كبيرة بقيمتها التي هي ln x كما قمنا بوضعه هنا. ln دو x صغيرة تساوي 3 أو ln دو x تساوي 2. طبعا كما قلنا بأن سنقوم بإدخال الإكسبونانسيال يعني هكذا نقوم بإدخال إكسبونانسيال إكسبونانسيال ln دو x يساوي طبعا سنقوم بإدخال إكسبونانسيال على طرفي المتساوية هي إكسبونانسيال 3 الشيء هنا إكسبونانسيال 2. وكما قلت يعني إكسبونانسيال كتذكر إكسبونانسيال ln دو x يساوي x يعني المتغير، لأن الإكسبونانسيال هو دالة عكسية لدالة اللوغاريتم النبيري. إذن يكافئ هنا سنحصل على x يساوي إكسبونانسيال 3 أو x يساوي إكسبونانسيال 2. إذن s واحد تساوي هذه مجموعة الحلول، لأنها مجموعة يعني e1 و e2 الحلين، يعني هنا مجموعة عبارة عن مجموعة الحلول فيها يعني عددين هو e اس 3 و e اس 2. وطبعا كما قلنا بأن الحلين يجب على الحلين أن ينتميا للدي 1 التي هي مجموعة تعريف المعادلة. وطبعا إذا يعني هنا حسب الآلة الحاسبة e اس 3 تنتمي لصفر زائد من النهاية، وكذلك e اس 2 تنتمي لD1 التي هي 0 زائد من النهاية. إذن كان هذا بالنسبة للمعادلة الأولى. إذن ننتقل للمعادلة الثانية. الثانية لنحدد مجموعة تعريف المعادلة D2. إذن نفس الشيء، لكل X ينتمي لمجموعة تعريف D2 يكافئ أن X أكبر قطعا من الصفر، لأنه طبعا لدينا هنا الX داخل الألان يعني يجب أن يكون أكبر قطعا من الصفر. إذن مجموعة تعريف المعادلة D2 تساوي 0 زائد من النهاية. ولدينا هذه المعادلة لكل x ينتمي ل s2 التي هي مجموعة حلول المعادلة. إذن لدينا هذه المعادلة، هنا سنقوم بالتعميل بألان دو x
تصبح ln دو اكس مربع زائد 3 ln دو اكس ناقص 4 تساوي الصفر. هنا نفس الشيء كالمعادلة الأولى، قمنا هنا يعني حصلنا على معادلة من الدرجة الثانية، سنحاول تعميل هذه المعادلة بنفس الشيء. يعني سوف نضع إكس كبيرة تساوي، يعني هنا فقط لكي لا نعيد نفس الشيء، يعني هي المعادلة هي إكس إكس مربع إكس كبيرة مربع زائد 3 إكس كبيرة ناقص 4 تساوي الصفر. نقوم بحساب دلتا، دلتا يساوي ب مربع التي هو 3 مربع ناقص 4 ا سي ناقص 4 ا هي 1 جداء ناقص 4، اذا دلتا تساوي هنا 9 ناقص 4 في 1 ناقص 4 ناقص 4 في ناقص 4 هي زائد 16، و 16 زائد 9 هي 25، أي الدلتا موجبة يعني لها حلين، هنا نسميهم نفس الشيء إكس واحد و إكس اثنان. الحل إكس واحد لدينا هي ناقص ب يعني ناقص 3 ناقص جذر دلتا، جذر دلتا هو 5 لأن جذر 25 هو 5 ناقص 5 على 2 أ هي 1 يعني 2، وهنا ناقص ب يعني ناقص 3 زائد العكس، هنا يكون لدينا ناقص هنا الزائد على 2، ناقص 3 ناقص 5 هي ناقص 8 على 2 يعني ناقص 4، وهنا 5 ناقص 3 هي 2، 2 على 2 تساوي 1. إذن الحلين x1 تساوي ناقص 4، و الحل الثاني هو x2 تساوي 1. يعني إذا أردنا تعميل هذه الكتابة هنا من أجل تعويضها في، يعني ستكون لدينا تعميلها هكذا سيكون فقط، يعني هي x ناقص ناقص 4 يعني x زائد 4 جدا x يعني x كبيرة ناقص 1. أنا يعني فقط أردت أن لا أكرر نفس الشيء الذي قمنا به هنا في المعادلة الأولى، يعني حاولت أن أكتبه هنا يعني في الهامش فقط من أجل تعميلها، ونعوضها هنا مباشرة بالنسبة لهذه المعادلة، يعني فقط بوضع إكس كبيرة لكي يكون واضح للجميع. إكس كبيرة تساوي ln دو إكس، وذلك من أجل تعميل هذه الكتابة. قمت بوضع ln دو إكس هي إكس كبيرة، هذه هي الكتابة، وقمت بحساب المحددة دلتا وقمت بتعميلها. إذا سنعوض هنا هذا التعميل هنا طبعا بتعويض x ب ln دو x، يعني هذا يكافئ ln دو x، يعني كما قلنا التعميل يكون يعني هو هنا بتعويض x ب ln دو x، ln دو x زائد 4 جداء ln دو x ناقص 1 يساوي الصفر يكافئ. طبعا هنا طبعا هو دائما لكل، هنا لدينا يعني لكل x ينتمي لمجموعة الحلول S2، هنا سيكون لدينا طبعا هنا لدينا جداء وهنا الجداء، كما قلنا الجداء يعني أو، يعني يا إما ln دو x تساوي الصفر أو ln دو x زائد 4 تساوي الصفر أو ln دو x ناقص 1 تساوي الصفر.
هنا نقوم بأخذ 4 للطرف الآخر، تصبح ln دو x تساوي ناقص 4 أو ln دو x تساوي 1. طبعا نفس الشيء سنقوم بإدخال الإكسبونسيال على ln، يعني بما أن الإكسبونسيال كما قلنا هو هي دالة عكسية لدالة ln، يعني نحصل على المتغير. دائما فقط أذكركم، وحاول دائما أن أذكر لكي تكون الأمور واضحة جدا. الإكسبونسيال ln دو x تعطينا x، نحصل على المتغير. إذن هنا سنقوم بإدخال الإكسبونسيال على هاتين المتساويتين، سنحصل على يكافئ. إذا قمنا بإدخال الإكسبونسيال سنحصل على x تساوي إكسبونسيال 0، طبعا إكسبونسيال 0 هو 1، أو هنا سنحصل على x تساوي إكسبونسيال ناقص 4 بإدخال الإكسبونسيال هنا وهنا، أو x ستساوي إكسبونسيال. إذن حصلنا على هاتين الحلول، وفي الأخير إذن مجموعة الحلول، نحن قلنا لكل x ينتمي لمجموعة الحلول S2 هم 3 حلول. الحل الأول لدينا 1 هو هذا، وطبعا كما قلنا أنه الشرط أن يكون يعني حلول يعني أن يكون الحل ينتمي لمجموعة تعريف المعادلة D2 صفر زائد ما لا نهاية. لدينا واحد ينتمي لصفر زائد ما لا نهاية، و الإكسبونسيال يعني أس ناقص 4 أيضا ينتمي، لأن الإكسبونسيال أس ناقص 4 يساوي 1 ككتابة هو مقلوب 1 إكسبونسيال أس 4. هذه الكتابة إذا عوضناها سنجدها أنها تنتمي لصفر زائد ما لا نهاية، يعني إكسبونسيال ناقص أس ناقص 4. والحل الثالث الذي هو إكسبونسيال أ، اللي هو أ أ قيمة تنتمي لصفر زائد ما لا نهاية. إذن كان هذا بالنسبة لهذا التمرين، وشكرا لتتبعكم، ونراكم إن شاء الله في فيديو قادم.